بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إله سبحانه وتعالى يان مهد أعلنينا ألا سوكو بكرين اللي نسوق قرسيمان توجه معاه وكم ده مال مهيز فضل غبضان. يعني ما انت كريم ده ان الشمعة ده حقوص غاضان ان حديث النبي يعني صلى الله عليه وسلم ويري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. حديث كان معنيه سوحويان عن ابن عباس رضي الله عنهما وحال غوري قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحولي: نعمتان لبن نعمه مغبون فيهما ويكقر صونت هاي كثير من الناس إن بدن أوضتك كمد أه هي لبن نعمه يكقر صونت هاي وإسك ضيعان الصحة والفراغ وعافماتك إيو فراقك عن بنان ذا أما إلى ضغط هاي صف فراقة وتسكتشوكتو. الحديث كان حوري بخاري. حديث كان حان كفهمينا معنيه سا إن لبن نعمة ضدكو أي كوكت سومان وإن كاسة هاي قادنين أما إن كفائي ذي سنين شركي إيو نفتتون إن وغفائي ذي حويان قفك إنه في يوي هاي أنا ميل حنونين وإله عافمات موسي سبحانه وتعالى إيه إنه وقت هايو هذو إله سبحانه وتعالى عافمات كسيي وحفظن آيات قبان كرتا هذا ميلك حنون سنين وميلك الحوينين وحفظن آيات قبان كرتا وحقوه الرياض قبان كرتا وين وشيء وشكر إلهي وي سبحانه وتعالى نعمة وكسيي يا عافمات كا انا دوغا شكري دو حبنا هادن ودا تام كا كعانتن ادح كو قبصة نيسو لغان ادكو سعوتو هودن ادسكا قادة نيسو ما انتوان اغنى هاي دباتة دا اوكسجين داد قاد سيسي لكن هود الهي ما حساب سنو سكن والبا يساعد والبا يان اسكا قادة نا ما ندرين سنين اوغا ما نشكر نغنو اندهان ادح كو اركيسو نعم الهي كسي ويكو ما نام با وحبا اركين لقاه نادو حكومة قليسو والنعمة إلهي كما نام بقارغ مرهي أن مقلين ودقاه هلا تشير كاذو ودن عبرا أمك هو سوغنو هذا دب سوغنو قط هذا العافي ما تقبط إن داد اللي هذا أفباد اللي هذا عرباد اللي هذا كور دميني خراركي يردنانكي ودكو هاد ليسو إلهي إلتهاسي بشبهة سكوه قرحي سي كاملة إلهي كو أبورا إلهي سبحانه وتعالى قصاك هو أبورا إيه هذا عافمات كسية إلهي شكر جيسا هن وافتشي كورن هذا حسوسنين ودكو شكرين ودك قفا إيدي سنين وقت غادي إيو طلبات وأحقفك إنو كان شؤون إسكا هاي فراغ هذا وقت هاي سو وقت غاس آخر والو سؤال هيا هذا قفا إيدي سنين عبادة وقفا إيدي سنين قرآن أخرسكو قفا إيدي سنين تسبيح دي أغفى إيدي سنين وحيا لها ملك إلهي سبحانه وتعالى الله ارتقى معنا انت قيامة اللي إسوي دي وحا كترة واختقى دو حا أكا قد يعمى مرك واختقى معنا انتي أفر إلا باتن صعبك كوبا انت هاي انت إلا إقباد عبادي ستي انت يا القرآن أخرضي انت يا ذكر إلهي أخرضي مساء الدنيا بس هتكون مشغول سنت هاي وحاسو لن هذا هو كل فدود هاي لكن قفكم مركو ساعود انتو إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن محكود ساقفكم مركو ود انتبا وحوليه ربي وعلي قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلهي وعلي أنصو شقيست عمل وناكسا ووحي أنكتل هيئة إلهي سبحانه وتعالى محكود شواب كلا بل واتسكتري إنها كلمة هو قائلها
waa kelimad qofkii uu iska jiri weeye. Marka haddaad waqti hayso ood caafimaadka hayso, waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysato, inaad dhikriga Ilaahay badiso, inaad salaadaha tukato, waqtigooda ilaaliso oo shuruudooda ilaaliso, salaad quman oo qiimo leh aad tukato, inaad iska soonto haddaad awooddo, isniinaha iyo khamiista ayaamulbiyadka inaad iska soonto, wax kasta khayr oo fadli badan inaad samayso, tasbiixda aad badiso, salaad walba markaad ka baxdo aad 33 mar subxaana allaahi dhahdo, 33 mar alxamdu lilaahi, 33 mar allahu akbar, marka boqolaadna laa ilaaha illallah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku lahu lxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir. Dembigaada ayaa lagu dhaafayaa. Haddaad iska yara fadhido, iska ducaysato, ducada Ilaahay wuu aqbalaa. Salaadaha ka dambaysa, acmaasha khayrka inaad samayso, carabkaadan inaad ka ilaaliso dembiga ood khayrka ku faa'iidaysato, subxaana allah oo dhahdo, inta samada iyo udhaxaysa dhulka oo miisaan ayay kuu buuxinaysaa. Sidaasoo kale haddaad carabka xumaan ku sheegtana, naarta ayay kuugu tuureysaa. 7 dayrood meel loo socdo ayay naarta kuugu tuureysaa, kelimad aad tiri oodan ka fiirsanin. Marka labada nimco ee caafimaadka iyo waqti haynta ah waa laba anaka inugu badan, laakiin aanan ka faa'iidaysanin. Haddaad waqtigaada aad waqtiyeysato, salaada subaxa minkaa tukato, iska akhrisato ajzaa qur'aana, iska tasbiixsato, qoraxdu kuugu soo baxdo si fiican banaanka u imaato, salaada duxa haddana iska tukato markay qoraxda banaanka ku imaato kuu soo baxdo, aad muxuu ahaa adduunkaadan in ka qabsato, waqtiga aakharana aad diyaarsato, aad ayay kuu anfac waqtigaas iyo firaaqa inaad ka faa'iidaysato aad ayay kuu anfacaysaa. Laakiin haddaadan ilowsanayn oodan carabkii ka faa'iidaysanaynin, oobad iska ilowsan tahay, oo sheeko been iyo balaayo iyo wax un kusoo hoosgeli kara aad ku sheekayso, oo xanti iyo inaad dadku wax ka sheegto aadan daynin, naftan xunta ahee berita dhimanaysa maadan u maaradayn. Nafta waa loo maaradayaa oo waa la ilaaliyaa, oo beentaa laga ilaaliyaa, oo dembigaa laga ilaaliyaa, oo waxaa laga ilaaliyaa muxuu ahaa carabka inay wax un ku dhahdo. Carabku waa seef laba dhinac leh, marna dhikriga Ilaahay iyo qur'aanka iyo khayrki baad kaga faa'iidaysan kartaa, marna dembi oo dhan adaa isaga kuusoo jiidi oo aakhara markaa tagto adoo dadki xamatay oo dadki isku dirtay oo dadki kala dishay, waxaa lagaa qaadi ajirkaada oo iyaka la siinayaa, iyakana dembigooda ayaa laga soo qaadi oo adi lagu saarayaa ilaa naartuu qofka kaga galo. Ilaahay subxaana wa tacaala naarta inaga ilaaliyo. Marka qof walbow labadaas xadiidka lagu sheegay, haddii aad haysata labadaba si fiican uga faa'iidayso, haddii hal ka mida aad haysatana halkaa ka faa'iidayso. Maanta oo kale waa jimce, waxaa fadli badan in aan akhrino suuratul kahf, suurad qur-aanka kale barteeda ah, ilaa oo nabigeena sallallahu calayhi wasalam uu sheegay in ay labada jimce dhexdeeda nuur ka tahay. Maanta oo kale waxaa fadli badan in la badiyo nabigeena sallallahu calayhi wasalam salligiisa, wuxuu yidhi ina min afdali ayaamikum yowmu ljumca fa akthiruu calaya salaata fiih fa ina salaatakum macruudatun calaya. Maalmihiina waxaa u fadli badan maalinta jamcada ah igu soo saliya, waa la isoo gaarsiinayaa salaadaha iyo salaamaha aad ii soo bixisaan. Allahuma salli wasalim wabaarik calaa nabiyina maxamed. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما أنت أكل وحكو شرتو حلي أي فضل بضنت هاي إلا دعيست أو دعاء قفك إلهي سبحانه وتعالى كهجاتي وقت أي مستجابة هاي وساعتك مد أمال أنت شمعة qofki Ilaahay waafajiyo oo ducaysto oo umuurihiisa adduunyada iyo kuwa aakharaba Ilaahay weydiisto, Ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka aqbalayaa. Qof walbo bacdal casri adi markay kuu tahay ka dayday, aan iska ducaysanno, aan iscafino, aan isu soo ducayno. Qofka hadduuna dadka cafinano qalbiga wax ugu hayo qof walaalkiisa oo muslima, camalkiisiba lama aqbalay, lamana kor yeelhayo. Marka iska hubso in camalkaadi la aqbalay, Ilaahay baan ka baryaynaa camaasheena inuu aqbalo.
إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا إنت نغا بكتين وإنو عافية إنت نغا دمتين إلهي وإن حريص إن حريص واسع سي قبر بوض روض من رياض الجنة إلهي وغد إنت إنو عافية ما غفتنا إلهي سبحانه وتعالى شكر يا هوا فتشي إلهي سبحانه وتعالى والد كين هود من دافو إنت نغا دمتي إنت نو الله الله نو حفظه والدتي سيد علينا الله هود من دافو إن حريص واسع الله سي أولاد الله إنو حفظيو نفتينا الله حفظيو إلهي سبحانه وتعالى مراديا وظلينا مراد كأنه خيرا الله النصيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.